اختتمت العاصمة القطرية الدوحة أعمال اجتماع الدورة 32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تعزيز أطر العمل الخليجي المشترك والخروج برؤية موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات الخليجية. استضافت قطر الاجتماع 32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة معالي الدكتورة هند الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. كما تعرفون أن البيئة واحدة لكل دول مجلس التعاون، نعاني من نفس المشاكل، نعاني من نفس الأجواء التي تحيط مجتمعاتنا، فاتفاقنا ونقل الخبرات التي قد تكون يعني دولة رائدة في مجال عن دولة أخرى، فننقل هذه الخبرات، ننقل هذه المواضيع حتى نستطيع أن نتبادل وننسق العمل. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية الملحة، من بينها قضايا متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية ومواضيع الطفل والأسرة والإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية. أهمها طبعاً مواضيع الشباب والعنف والإرهاب وكيفية تقديم الرعاية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، سواء من المسنين، أشخاص ذوي الإعاقة، يعني مجهولي الوالدين. كل هذه الأمور تم الأخوان تجهيزها من قبل وكلاء العمل وكلاء وزراء الشؤون. كما شهد الاجتماع تكريم عدد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول الخليج، ومن الكويت تم تكريم الدكتور محمد الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية، والدكتور عيسى السعدي المدير العام لشركة المجد العالمية. الانتقال من دولة الرفاه إلى دورة الخدمات، أن تعطي القطاع الخاص الدور العام في تقديم الخدمة الاجتماعية وتقديم أفضل مستوى في هذه الخدمات. شنو اللي يمنع أن يكون هناك جانب اجتماعي للقطاع الخاص؟ وأكدت كلمات المشاركين على أهمية الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تترك بلا شك آثارا اجتماعية واضحة، ومن المهم مراقبة هذه الآثار بدقة، وذلك لتفادي أي تداعيات سلبية قد تنجم عنها. مسعود عبد الهادي، تلفزيون دولة الكويت، الدوحة.